موضوع اليوم راح نحكي عن صناعة المحتوى بالعراق. أكو يعني انحطاط، أنا أشوف انحطاط بالمحتوى. حتى مو بتطلع لي والله عني عني لوسة حلوسة. أنت ما تقدر تمنع أحد حتى وإن كان جاهل غير متعلم إنه يستخدم فيسبوك. هذه جريمة آفة تفتك بالمجتمع. يعني هناك ضرورة ملحة على متابعة هذا الموضوع. اليوم ليش ما يصير أكو فتوليفة من مجموعة من صناع المحتوى الجيد بحيث يبثون مجموعة من الثقافات المختلفة؟ من واحد يلزم من دول الفاشلين؟ نعم. ثق والله ما حد راح يقول. ما أريد إني يصير الحكي بتكلف بحلقة اليوم بالذات، لأن أريد المعلومة توصل إلى أكبر قدر ممكن من المشاهدين.